ومعنا من تونس المدون الأمريكي المقيم بتونس جوال بوستن. مرحبا بك جوال، زرت تونس وأصبحت تونسيا، كيف يصفك البعض وكيف اندمجت في الحياة الاجتماعية؟ الو عسامة سونيا. عسلامة. الو عسامة، سمعت سؤالي؟ سونيا مرحبا، شنو أحوالك؟ لاباس، تسمع فيها؟ تتحدث تونسي ما شاء الله. كيف اندمجت في تونس جوال؟ لو تحدثنا عن تجربتك التي نحن لايف توا نحكيو في الأخبار توا. أي جوال، حدثنا عن تجربتك في تونس وكيف اندمجت مع التونسيين باللهجة التونسية تفضل. اوكي سامحني خاطر انا ما نجمش، لا استطيع ان اتكلم بالعربية الصحيحة توا، لا خاطر توا عندي 4 سنين في تونس. تحدث بالتونسي جوال، تحدث بالتونسي. فاما هنا سوف اتحدث معك بالتونسي، اللهجه التونسيه. والله انا عملت برشا جو في تونس، في بلادك وانت تو في بلادي يا سونيا، توحشتك، وينك؟ نحب تونس، ما نعرفش شنو باش نقول، اما عملت برشا جو في تونس كما في اي بلاسد، نجم تعيش في اي بلاد وتلقى حياتك، تلقى روحك. فأنا من الأول بالطبيعة حبيت نتعلم اللغة وفيها برشا صعوبات، أما توا بعد 4 سنين أنا وليت نفهم ونحكي شوية بالتونسي ودخلت في الجو متاع تونس، كما دخلت في كيفاش المجتمع التونسي ونحس روحي سافا، معناها عملت حياتي جديد هنا. طيب جوال، احكي لنا كيفاش تبدا يومك، يعني على الطريقه في تونس، على الطريقه التونسيه، على الطريقه الامريكيه، يعني عاداتك كيفاش تكون، ولا يعني مزج بين الامريكي والتونسي، ولا وليت تونسي تونسي؟ والله ما نعرفش، انا جست انسان، بالنسبه لي انا ما نشوفش الفرق بين ما نعرفش واحد امريكاني ولا واحد تونسي، اي انسان يبدا النهار نتاعو بالقهوه ولا بشويه خبز وزيت، ولا ما نعرفش ممكن في امريكا يبداو بالدونات، ما نعرفش كل عاده. معناها انا حياتي في تونس ما نشوفش حياتي كما انجاز كبير، انا جست نقلت من بلاصه الى بلاصه، وفي الدنيا هذه في الكوكب ارض معناها تنجم تعيش حياتك كما تحب في برشا برشا اماكن برشا بلاصة. لكن انت جوال نجحت في تونس، يعني اصبحت معروف في تونس ومحبوب جدا في تونس. هذيك جست ما نعرفش حاجة عشوائي، معناها راندوم، ولا جست بالزهر بالشانس. أنا بعد ما عشت عامين في تونس لقيت بطبيعة كل واحد اللي أنا نحكي معه بالعربي معناها ديما يفرحوا، يقول أنت أمريكاني وتحكي معنا باللغه نتاعنا بالتونسي ولا بالعربيه ويفرحوا على الاخر. فكأنا عملت انترفيو في راديو بعد عامين في تونس، برشا عباد شيخوا معناها عملوا فرحوا خاطر لقى واحد امريكاني يحكي معهم في اللغه نتاعهم، فوليت معروف جس خاطر ما نعرفش فماش برشا منافسة في ميدان نتاع أمريكان عايشين في أمريكا. الأمريكي في تونس تقريبا من الأمريكيين القلائل في تونس. ما فهمتش.
اي في كل فما بتبيع فما امريكان في تونس، اما تلقى اكثريه الامريكان والناس من الغرب هم عايشين في بلدان العربيه وخاصه في تونس، تلقاهم عايشين غادي على هدف معين، عندهم خدمه معينه ولا في سفاره ولا في ما نعرفش في شركه كبيره مالتي ناشونال ولا حاجه. انا ممكن واحد من القليل اللي جست حبيت نلقى اللي فما في تونس. نعم. فانا نجم تقول انا جيت بلاش سبب وجست لقيت اللي نجم نلقى ما نعرفش. جوال، فهمنا كيفاش انت تعلمت اللغه التونسيه، اللهجه التونسيه بالاتقان هذايا وبهذه السرعه خاصه. هل كنت تعرف العربيه، اللغه العربيه قبل، ولا كانت عندك اصحاب توانسه؟ انا قبل ما جيت قريت عربيه فصحى، عربيه القاحة، وقريت هذيك الف ب ت ث ج ح خ، اما لقيت اللي الفصحى فما حد يحكي، فماش حتى حد يحكي بالفصحى، العربيه الفصحى هذيك. وانا حبيت نجي لتونس باش نتحسن اللغه اللي قريتها، اما لقيت في تونس فما بتبيع فما اللهجه التونسيه، وانا لقيت هذيك وفرحان بها، نحب نحكي كما قاعد نحكي. اما وبتبيع قريت في مدرسه نتاع لغات عربيه، وزاد الدرجه التونسيه، قريت في شو اسمه بورقيبه سكول. اما اكثر حاجه كي تبدا مقيم في بلاد ومفروض عليك باش تحكي اللغه نتاع بلاد هذيك، انت تتعلم من الشارع ولا من القهوه ولا من اي بلاس تمشي ولا تاخذ تاكسي باش تقول له هاو السلام، هاي حماد يقف، هاي دور هكا، امشي هكا، فهمت؟ مفروض عليك باش تحكي معهم. فما برشا اجانب عايشين في تونس ويحكيوا كان بالفرنسي، خاطر فما لغه ثانيه. انا ما حبيتش نحكي بالفرنسي، جوال ندخل. انت عندك 4 سنين في تونس، كيفاش تشوف او كيفاش تقيم قوانين المساواه بين المراه والراجل، حقوق المراه في تونس، كيفاش تشوفها كامريكي في تونس بعجاله؟ نجم تعود لي سؤال خاطر ما فهمتش. قلت لك جوال انت كيف تشوف او ما هو رايك في المساواه بين المراه والرجل في تونس، حقوق المراه في تونس، ما هو رايك فيها باختصار؟ حقوق المراه ممكن يلزمنا نحكيوا على حقوق الراجل في تونس، خاطر المراه في تونس اقوى من الرجال برشا. مرأة تونسية تلقاها في بلايس الكل، في السياسة، في البزنس، في شركات كبار، في أنا المرأة التونسية ممكن تحكم في كل شيء. والرجال جوال، الحديث معك شيق، الأوامر نتاعهم. جوال الحديث معك حلو، أنت تونسية. وصلنا إلى النهاية، نشكرك جوال. في النهاية ماذا تقول بسرعة؟ بسرعة يا سونيا، نحب نقول لك حاجة برك، أنت توا في بلادي وخرجت هربت علي يا سونيا، أنا الآخر مرة شفتك أنا كنت نستدعاك على القهوة، وأنت هربت لأمريكا وأنا ما زلت قاعد في تونس، وين مشيت؟ شبيك سونيا؟ شبيك؟ وين عايشك جوا؟ إن شاء الله نتلاقاو في تونس. أنا قريت لك قصيدة شعار، كتبت لك شعار. نشكرك جوال، أنت محليك، أرجع عايشك. بلادك أجي. عايشك أشكرك جوال بوستون الأمريكي المقيم بتونس المثير للجدل، شكرا على هذه الروح. تظاهر عدد من الإعلاميين الموريتانيين المتعاونين مع مؤسسات إعلامية حكومية أمام مقر الرئاسة في نواكشوط احتجاجا على استثنائهم من الوظائف التي أعلنت السلطات عنها. أسرد محمد سي.